قضية عهد التميمي، بنت ال17 عاما اللي رفعت رأسنا جميعا وردت إلينا الكرامة، لأن الحقيقة يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنه كما احتل الأرض يستطيع كمان أن يدهس كرامة الجميع. لكن عهد التميمي تصدت في المشهد الشهير اللي كان نموذجا لمواجهة أي اعتداء على كرامتنا، ومواجهة كمان العنجهية الإسرائيلية والتسلط الإسرائيلي. هذا المشهد اللي تحول لمشهد من مشاهد البطولة اللي يمكن أن يحتذي بها الجميع. عهد التميمي دخلت السجن لمدة 8 أشهر، وخرجت من السجن خلال الساعات القليلة الماضية وسط احتفاء الجميع، واحنا هنحتفي بيها في برنامج العاشرة مساء. وعهد معانا، يا عهد اهلا بيكي. عهد ايوه، اهلا بيكي والحمد لله على السلامة، الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. عهد، كنت لسه بتكلم على ان يعني المشهد اللي احنا شفناه وانتشر بشكل كبير كان مشهد للكرامة العربية. يعني عايز أبدأ معاكي من المشهد قبل ما أكلمك في الأوقات اللي قضيتيها في السجن، يعني إيه اللي دفعك لإنك تاخدي هذا الموقف في عهد اللي احنا شفناه جميعا، الموقف اللي شاهدناه على الشاشة في مواجهة جنود الاحتلال الإسرائيلي؟ طبعا هو كان السبب الرئيسي اللي عملت هيك، انه كانوا طاخين مصوبين ابن عمي، عشان هيك انه انا استفزيت هيك، وفوق هيك كان جندي يحاول يطخ من باب بيتنا على الشباب. هنا على طول انت استخدمتي، طبعا استخدمتي الايد معاه ودافعتي عن نفسك وعن عن كل العرب. يعني ايه انت هنا استخدمتي، بدأت تستخدمي الايد وتدافع عن نفسك، يعني لا تقبلي اي اهانة. اكيد ما نقبلش اي اهانة، واكيد مش راح نسمح لهم انه يفوتوا على ارضنا بدون ما نعمل ولا شيء. طيب عهد، قولي لي انت، بالتأكيد فترة السجن كان فيها بعض المضايقات، يعني ايه اهم المضايقات اللي حصلت لك جوه السجن؟ انه حاولوا يسكروا الصف اللي بندرس فيه، لانه الاشي الوحيد اللي بنقضي وقت الفراغ فيه هو الصف عشان ندرس فيه. حاولوا يسكروه عشان انه ما نكملش تعليمنا، بس يعني اكيد احنا يعني قدرنا انه نتحداهم ونضل مكملين بالتعليم. يعني كانوا عايزين يعني يخلوك، يحرموكي من التعليم، يعني ان يضيعوا عليكي سنة. يعني أكيد يعني كان راح يضيعوا على أي سنة، بس أنا قدرت أنا وباقي الأساتذة إنه ندرس توجيهي ونخلص، يعني نخلص مع وقتنا مع جيلنا مع الأولاد الأطفال اللي بعمرنا. طيب عهد، انا سمعتك اول ما خرجتي من السجن بتقولي انا عايزة ادخل كلية الحقوق، يعني عشان اكون محامية. ده طموحك انك تبقي محامية؟ أكيد ده طموحي عشان إنه أقدر أساعد كل الأسرى والأسيرات اللي بسجون الاحتلال. طيب عاد، طول مدة السجن ال8 شهور بالتأكيد كانت مؤلمة جدا، انك بعيد عن اهلك وعن اسرتك وموجودة في سجن من السجون الإسرائيلية، كانت فترة مؤلمة جدا. أكيد كانت صعبة علي كثير، إنه خاصة كنت بعيدة عن أهلي، وإنه اعتقلوا أخوي الكبير وأنا بالسجن. عن جد كان الإشي صعب كثير. طيب، وكان في احيانا بعض المشاكل بتحصل مع وهم مودينك المحكمة، وهل كان بيحصل اي احتكاكات؟ طبعا كانوا كثير يحاولوا يستفزوني، بس أنا ولا مرة يعني
سمحت لهم انه يستغلوا استفزازهم الي، وكنت دائما احاول اخليها، كنت احاول دائما امسك حالي ما اخليهم يستفزوني، عشان انه ما يقطع يعني، انه ما اوصلهم مش للي بدهم اياه. هو عاوز يستفزك عشان تقعي في خطأ تاني، يبقى فيه يحاسبك عليه قانونا تاني ويطول مدة السجن ليكي يعني. أكيد أكيد. طيب عهد أول يعني بالتأكيد كمان وجود والدتك في السجن ده كان مؤلم كمان بالنسبة لك، يعني ان يبقى عندك الشعور كمان ان والدتك مسجونة أيضا يعني. إيه؟ وجود والدتك في السجن، انا عارف ان انت يعني في اصوات حواليك واضح ان الناس لسه بتحتفل بيكي حتى الان يعني، وجود والدتك في السجن كمان كان مؤلم بالنسبة لك. طبعا كان وجود امي دعم كبير الي، طبعا كان اشي ضايقني انه هي بالسجن، بس طبعا هي كانت دايما تدعمني وتوقف جنبي. طيب ايه وسائل الضغط النفسي اللي مرسوها عليكي يا عهد جوه السجن؟ الضغط النفسي عليكي يعني؟ كان الضغط النفسي بالنسبة لي انه اعتقال اخوي، استشهاد واحد قرابتي، كان يعني في انا سامعك يا عهد، سامعك. انه يعني كان عن جد وجودها دائما يقويني، وكان عن جد الضغط النفسي من استشهاد قرابتي وهيك، كان عن جد ضغط كبير علي، غير الضغط اللي بتستعمله إدارة السجن بحق الأسرات. إدارة السجن بتضغط عليكي علشان الاعتراف يعني. ايه إدارة السجن بتضغط عليكي بشكل دائم يعني. مش علي بس، علي انا وكل الاسرات. طيب انت عشان كده خارجة بتقول انا هحمل قضية الأسرى والمساجين وهدافع عنها، عشان كده عايزة تبقي محامية يعني. ايش انت عايزه تبقي محاميه عشان كده يا عهد، عشان تدافعي عن اكيد عشان ادافع عن كل الاسرى والاسيرات في السجن. طيب عهد طبعا يعني عايز، لو انت عايزه توجهي كلمه لكل الناس اللي اهتمت جدا بقضيتك واحتفت بيكي، يعني العالم كله اهتم وتابع قضيتك يعني، لم تكن حتى قضيه مصريه او فلسطينيه او عربيه، لا كانت قضيه عالمية يعني. أما لا تفضلي. انه بالنسبة لانه القضية عالمية، انه يعني اكيد اكيد يعني الاشي راح يكون اقوى واحسن، انه راح يكون يعني الرسالة اللي بوصلها رسالة لكل العالم بتوصل. ان شاء الله انت تيجي مصر بقى يا عهد، اسهل عشان الكلام في التليفون صعب، تيجي مصر ونحتفل بيكي ان شاء الله ويحتفل إن بيكي شاء الله الجميع إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله. إن شاء الله. عهد التميمي بشكرك بعد خروجها من السجن في يا جماعة 17 سنة وقعدت 8 شهور في السجن، وكان كل هدفهم طبعا انهم يمارسوا نوع من الضغط النفسي الشديد عليها، لما بتكون كمان هي بنت بحكم القانون طفلة يعني. لكن الحقيقة الموقف اللي عملته بما فيه من صلابة وعدم قبول بالإهانة والتصدي لجنود الاحتلال بهذا الشكل كان مشهدا الحقيقة يعني مبهرا للجميع، خاصة انه بيأتي كمان من بنت صغيرة في السن يعني. كان ممكن حد تاني يقول والله ما فوت يعني عشان ما يبقاش في مشاكل، لكن عهد تصدت لهم واصبح هذا المشهد من مشاهد البطولة والكرامة، انك لا تقبل الاهانة او الاعتداء بأي شكل من الاشكال يعني، وعندها قوة وعناد في الحق يعني كبير جدا.
بنهنئ عهد التميمي، بتعلم الجميع ازاي انهم لا يقبلوا ابدا الاهانة وانهم يتصدوا لاي موقف من هذا النوع.